يا نساء، الرجل الذي تريدان مقابلته أصبح في انتظاركم الآن. ماذا؟ هيا صعدا، صعدا، هيا هيا. ماذا؟ أليست هذه كيتي؟ لم أعد أفهم ماذا يجري. هيا. من هنا؟ كيتي شيلر؟ ابنة الثري الانجليزية سيد شيلر. رائعة رائعة. أجل، كما ترى لست مراسلة عادية، والدي له اتصالات واسعة مع البوليس الفرنسي، يجب ألا تنسى هذا يا سيد. أجل أجل. انتظر، لا يمكن أن نتعرض لابنة السيد شيلر بهذه الطريقة، يجب أن نتصرف بحذر حتى لا نلام بعد ذلك. ماذا أصاب شيلر هذا؟ لا تقل لي بأنه قرر أن يخبر الشرطة بالأمر. سيدي، ماذا تقول؟ المخبر جوجو؟ أنا نادمة لأنني لم أسمع من ألك يا سكتة. هل أنت بخير؟